بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، أخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية لابد أن أشكر القائمين على هذا المنتدى لأكثر من سبب، ولكن أهم سبب هو ربط الرياضة بالاستدامة، وهذا أنا في تقديري ربما لأول مرة نراه واقعا أمامنا اليوم. قياداتنا الرياضية بلا شك أنها متواجدة معنا، وجيد أن نعرف جميعا الخطط المستقبلية لحكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية كذلك بما يعنى باستدامة الأشياء. كذلك نبارك لكم جميعا بهذا العام 2018 عام زايد، وبلا شك أن هذا العام يلقي علينا بمسماه بلا شك أعباء أكبر مما كنا عليه، لأن المؤسس بلا شك يستحق منا هذه التسمية، ويستحق كذلك الجهد الذي نضعه جميعا إضافيا لما نقوم به. كذلك أود أن أبارك للحاضر اللي مو معنا اليوم، الأخ الفاضل الفريق علي محمد خفار ميثي، بارك له رئاسة هذه الهيئة. بلا شك أن أبو خالد إضافة حقيقية لأي مكان ممكن أنه يكون فيه. وليس آخراً أشكر أخوي إبراهيم عبد الملك، سعادته بلا شك أنه المحرك الحقيقي لمثل هذا اللقاء. المنتدى من أوراق أعمال الحقيقة يناقش الاستدامة بمفهومها العام. اللقاءات الجانبية أو المحاور التي سوف تطلق من خلال هذه اللقاءات بلا شك أنها تخصصية. العناصر التي أدرجت أساميها في هذه المحاور بلا شك أنها لها باع طويل في مفهوم الاستدامة وفي العمل على الاستدامة. أنا الحقيقة اليوم يعني أكيد لن أضيف على المعارف شيء، ولكن أردت أن أظهر بمجموعة من العناوين اللي ربما تفيدنا خلال هذا الملتقى، وربما نستطيع أن نأخذها معنا كذلك في أعمالنا القادمة. اليوم نحن كثيراً ما نتكلم عن الاستدامة، وكثيراً ما نعرفها بقصص مختلفة أحياناً لا تنتمي لبعضها، ولكن نفهم أنها مثل ما يقولون شيء زين الاستدامة. ولكن الاستدامة بلا شك أننا لنا جهود واضحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الإطار، نسير بعيداً عن كثير من الدول، ولكن للأسف الشديد الاستدامة ليست عملاً محلياً. الاستدامة بلا شك أنها عملاً عالمياً، منهج معايير وضعت مش لدولة الإمارات العربية المتحدة لتتبعها، ولكن للعالم بأجمع ليتبعها. مثل صغير في حقيقة الأمر، في بداية الثمانينات عندما ظهرت الاستدامة والبصمة الكربونية والمعايير، بلا شك أن أخواننا الأمريكان قطعوا شوطاً كبيراً في التأسيس لهذا، ولكن عرفوا أنه على كبر القارة في أمريكا
بأنفسهم لا يستطيعون أن يحافظون على 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 البيئة، ولا يستطيعون أن يشكلون كتلة منفردة، فضموا العالم معهم. في ذلك الوقت إخواننا الصينيين أتوا بستيتمنت وايد جميلة في ذاك الوقت، أنه ما عليه، عندما نحن نلوث، عندما نصل تلويثنا للبيئة نص ما يلوثه تلوث الصناعة في الولايات المتحدة وأوروبا، عقبها نستطيع أن نشتغل أو نلتزم بهذه المعايير. يعني أعطيت هذا المثل لأصل إلى ربما نتيجة، أنه العالم اليوم لابد أن يشتغل كتلة واحدة للمحافظة على البيئة، على نظامنا الكوني خلينا نقول، واستدامة نظامنا الكوني. الأمثلة كثيرة، يعني اليوم نحن في كثير من المباني نتكلم عن استدامة المبنى، ونشتغل على الليتات، ونوفر شوية كهرباء، ونوفر، نقول وفرنا 20% من 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 الطاقة. ونأتي نحن ثلاثة، أنا وعيالي اثنين، كل واحد عنده سيارة، وأحيانا نشتغل على الديزل ونحط في البيت. 30% اللي وفرناها وال20% اللي وفرناها، أنا في تقديري أضعافها نحن ويبيولوتد في البيئة بواسطة هذه الطاقة الناتجة عن النفط والديزل. لذلك العمل ليس مزاجية، الاستدامة ليست بمزاج نستطيع أن نختار منه ما نشاء. نظام كوني عالمي بمعايير ثابتة، إما أن نعمل عليها جميعا، وإلا فإن الفاتورة اللي ندفعها ربما كبيرة. بمعنى أنك أنت اليوم عندما تتكلم عن استدامة المباني، استدامة المرافق، اليوم نحن بلا شك أنه مبانينا بالمجمل فيها عنصر أو عنصرين أو ثلاثة أو أربع عناصر من عناصر الاستدامة في المبنى، ولكن للأسف الشديد خارج المبنى ننسى أنه كذلك خارج المبنى الاستدامة مهمة. أحدى الزميلات الحقيقة بالأمس غششتني رقم تتكلم فيه حول أنه 30% من تلويث البيئة يأتي من الترانسبورت، المواصلات، أنظمتنا. أكيد القائمين على النقل والمواصلات يشتغلون جادين على كونفرتبل، على الطاقات الأخرى، ولكن في فاتورة لابد أن تدفع، وهذه الفاتورة تنقسم ربما إلى ثلاث: الفاتورة الاجتماعية، لأنك أنت عندما تشتغل على الاستدامة تدخل مدخلات ربما اجتماعيا غير مقبولة على المدى الطويل، أكيد بنتجاوزها، ولكن اليوم أكيد هناك السوشيال بينيفيت تتأثر. الآن كثير من البشر تقول سلبا، وكثير من كذا، نحن المعنيين بالاستدامة نقول على اللونج رن مفيدة. الإيكونومكس، الاقتصاد يتأثر، الفاتورة اليوم أكبر. اليوم عندما تشتغل على تحويل، خلينا نقول مثال صغير، السيارات اليوم اللي تشتريها 100,000 إذا كونفيرتد للكهرباء ربما تشتريها بقيمة أغلى وتصرف عليها أغلى، لأن تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة للستيشنز، للتعبئة، يعني في تغيير في الاقتصاد. أنا لا أتكلم عن الاقتصاد الفردي، أنا أتكلم عن الاقتصاد المجتمعي في دولة الإمارات ككل، وبالتالي هناك فاتورة اقتصادية
لابد أن 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 ننظر لها. إذن السوشيال والإيكونوميك كثير مهم، كذلك الفاتورة خلينا نقول المجتمعية التي لا تنتمي للناس ولكن تنتمي إلى المجتمع، الرابط بين الـ 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 الناس ألا هو المجتمع. كذلك هناك فاتورة لابد أن تدفع. لذلك يعني أتينا بمفاهيم جديدة ألا وهي استدامة الأشياء. في دبي كما شفنا اليوم يشتغلون على السعفة في المباني وفي المرافق وكذا، في أبوظبي عندهم كذلك نظام اللؤلؤة واللؤلؤتين والثلاث، وهذه أنظمة للمباني تسير بشكل رائع، والقائمين عليها بلا شك أن يبذلون الجهد ويدفعون الفاتورة بلا شك، ولكن نحن ممارساتنا اليومية تحتاج أن تنضبط في هذا الإطار، نحتاج إلى أن نقدر هذه الجهود. بالأمس الحقيقة ربما أخونا محمد بن سليم جهدا فرديا قدمه لمجتمع دولة الإمارات وملزوم فيه في استدامة العمل اللي يقوم فيه. هذه الأعمال التي نقدمها للمجتمع هي في حقيقة الأمر بعينها ما يفترض أن نقدمه. بلا شك أن الحكومة تعمل، الحكومة نظرت نظام السعفة، نظمت نظام السعفتين، اليوم مطلوب منا نحن في وزارة تطوير البنية التحتية جهد أكبر في قضية التوافق مع المباني الكهرباء. اليوم نشتغل على مباني صديقة للبيئة، مباني تصنع كهرباء بمعنى أن تولد طاقة، نشتغل على أمثلة محددة، إما أن نضعها on grid في الشبكة مباشرة، أو أن نخزن هذه الطاقة في المباني. في بعض المرافق قطعنا شوطا كبيرا، وفي مرافق قائمة نشتغلها، ولكن نبقى حذرين حتى نحن كمهنيين نبقى حذرين، لأنه لا نستطيع أن نذهب بعيدا إذا العالم لم يتوافق معنا، إذا العالم كله لم يسير في نفس الإطار. بالتالي قضية التوعية بما قدمناه أنا أعتقد وايد مهم، والتوعية أنا أشوف هذا المكان في هذا اليوم بلا شك أنه مقدمة جيدة لربط حقيقي بين الرياضة وبين الاستدامة. ما تصورت في يوم من الأيام أن يأتيني أخوي إبراهيم عبد الملك ويقول لي يا عبد الله أبغيك تكون معي فيها، ما توقعت الهيدنج نفسه، لأنه أبعد يمكن من تصوري أنا المحدود، أنه هذا الرابط وايد مهم، أنه نثقف أنفسنا جميعا بأهمية العمل اللي تقوم فيه مؤسساتنا، أهمية العمل اللي تقوم فيه بنيتنا التحتية، والكوست اللي تدفع الحكومة بهذا المقابل وايد وايد كبير. ربما نحن نشوفه نتيجة، ولكن مدخلات وايد كبير. ما نذهب إليه أبعد من هنا الحقيقة. اليوم نحن في العالم، أنا ما أتكلم عن خصوصية دولة الإمارات، أنا أقول دولة الإمارات وضعت جهدا كبيرا، ولكن نحتاج إلى الجهد المكمل. يعني لا نستطيع أن نذهب أبعد مما ذهبنا إليه والعالم لا ينسجم ولا يتناغم مع الجهد الموضوع في دولة الإمارات العربية المتحدة. اليوم مفهوم جديد نسمعه كلنا ونسمعه ونطوف عليه ربما أحياناً ما نميزه، مفهومنا للبيك ديتا وايد مهم. البيك ديتا بمعنى هذه البيانات الضخمة اللي نستطيع من خلالها أن نعرف نحن وين من بيئتنا، نحن وين مش مفهوم نحن في دولة الإمارات، نحن كعالم وين وصلنا. البيج ديتا نحن نستطيع من خلالها أن نعرف
مكامن الأخطاء اللي نحن فيها، نستطيع أن نعرف الهامش المسموح لنا في المواصلات، الهامش المسموح لنا في المرافق، الهامش المسموح لنا حتى في ممارساتنا اليومية. في كثير من الإخوان العارضين هنا يجتهدون أن يضعون بنز في أماكن سيجريجيتنج الدست الغاربج وكذا، وفي نفس الوقت يأتينا من يأتينا ويقول اليوم وأنا في الطريق الحقيقة جاي أسمع مقالة أن ابن خلدون يقول أنه والله هذا الغبار اللي أنا البارحة مفيد. وهذه يعني مأساة حقيقية أنه تطلق على السوشيال ميديا وتتناقلها الناس، ونقول أنه والله الغبار ترى يقتل الجراثيم ويقتل الكذا. ومين قال؟ بن خلدون قبل 1400 سنة. مأساة حقيقية أنه أنا أعتقد بالستيتمنت هذه إذا انتقلت في السوشيال، هاي العدوى إذا انتقلت في السوشيال ميديا جميل والله تلغي كل ما يقوموا به بالإسعافة والكذا، لأن مأساة. أنت اليوم جالس تغذي عقول الناس بأنه والله هذا الغبار صحي يقتل الجراثيم، وبالتالي يعني هذا مسكين اللي عنده حياطة ولا اللي عنده كذا ما عنده يموت برأيي، بس الجراثيم الغبار يقتله. في تقديري وايد مهم أن نعي قصص قد تكون صغيرة قد تكون هامشية، ولكن أنك تغذي فيها العقل. ربما تلغي مؤتمر مثل هذا، شباب مثل الورد يقول لك هذه كذا ويحضرون بأسبوعين وثلاث أسابيع، ويأتي واحد على السوشيال ميديا ويطرش لي في الراديو يقول إنه والله بن خلدون قال إنه والله هذا الغبار وايد مهم. حكي فاضي، لا يمكن أن نقبل قصص مثل هاي. لذلك البيج ديتا وايد مهمة، لأن بتعطينا همشية هذا الكذا، تعطينا حقيقة القصة هذه. البيج ديتا اليوم نحن نحتاج لها أكثر من أي وقت مضى. نعم هناك بيانات نجمعها، ولكن إلى الآن لم نصل نحن إلى الفهم الحقيقي أو القدرة الحقيقية لتجميع بياناتنا. مؤسف يعني نشتغل أحياناً منفردين، لذلك البيانات هذه اللي أنا أرغب فيها يمكن ما أحصلها في مكان واحد، سواء كان في الترانسبورت، في السوشيال بينيفيتس، في العلاقات العامة، كلها بيانات. أي بيانات اليوم أنت تخزنها، اليوم البيانات يعني البيانات اللي جمعناها اليوم بس أرقام تعادل، يتكلمون اليوم بالزيتا بايت. إحنا اليوم نتكلم بالجيجا بايت، وكم كتاب نحط بالجيجا بايت. في الديتا نتكلم اليوم بالزيتا بايت، يعني 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 تريليونات في السنتين، في الخمس سنوات الماضية جمعنا بيانات تعادل 10 تريليون مرة كثر ما جمعناه في الحياة الدنيا كلها. هذا يعني أن العالم وايد مهتم بالبيانات وتوفير هذه البيانات الضخمة للمهتمين بالاستدامة، لأنه اليوم بدون هذه البيانات بدون وجودها أمام الملأ وقدرتنا على التواصل ومعرفتها، أنا أعتقد كثير من جهودنا تذهب، لا أريد أن أقول هباء ولكن قريبا من هذه الكلمة. الجهد بلا شك جيد، ما نضع نحن في دولة الإمارات جيد. إخواني أعطوني مجموعة من الأوراق أساس أتابع منها، ولكن خلوني أقرأ منها. شو سوينا نحن في وزارة تطوير البنية التحتية حتى ما أحرمهم من الورقات هاي؟ في وزارة تطوير البنية التحتية الحقيقة وضعنا جهود جدا متواضعة بمفهوم المقدمة أنا اللي حطيتها، ولكن كثير متميزة إذا ما قررنا أنفسنا، لا أريد أن أقول بمحيطنا المحلي، ولكن ربما أوسع الدائرة شوي إلى عالمية الأشياء.
في وزارة تطوير البنية التحتية اليوم نشتغل على استبدال إنارة الطرق كلها بالإيدي. العمل قائم والإخوان شغالين فيه. الآن في مؤسسات أخرى قامت كذلك بالعمل. وضعنا تجارب بمجمعات سكنية. هذه المجمعات السكنية تنقية مياه الصرف اليوم يستفاد منها في 3 مجمعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، 2 في الساحل الشرقي و1 في إمارة رأس الخيمة. اليوم كل التشجير في هذه المجمعات عبارة عن مياه معاد تكريرها، وأنا أعتقد أن هذا جهد يشكرون عليه الإخوان القائمين عليه. اليوم نحن في وزارة تطوير البنية التحتية كل مرافقنا تقريبا كلها، المرافق الأكاديمية التعليمية الصحية، المياه المرتجعة يعاد الاستفادة منها في التشجير في النظافة وخلافه. يعني هناك جهود، مبانينا اليوم بالمجمل بصورة أو بأخرى تحقق إن لم تكن الثلاث سعفات أو الثري بيرلز تحقق السنجل بيرل. وبالتالي جهود يعني بلا شك أنها فاتورتها واضحة، ولكن كذلك فائدتها المستقبلية واضحة. ختاما أنا أعرف يا أختي أني أخذت وايد من وقتكم، أشكركم جميعا على 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 الاستماع، والله يوفقنا جميعا لما فيه خير دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا لمعالي الدكتور عبد الحليم النعيمي على الكلام.